مختلفة بتطبع بنك نوت. نعم. ليس لديها الرصيد الذهبي اللي يكفي أو اللي يعطي الدولار قوته. نعم. وده سبب من أسباب انتباه دول البريكس. أنه ليس لا يوجد إنتاج حقيقي يعطي للدولار. إذا تكررت مرة يعني أخرى. هل دي مش قيمة الدولار؟ لا مش قيمة الدولار خالص. يعني هذه قيمة واخدها من الحضور الاقتصادي والحضور العسكري الاثنين بيوزنوا، لكن لم يعد هناك غطاء ذهبي للدولار. الآن السؤال، هل تعود هل يعود العالم النظام المالي العالمي للمعيار الذهبي العالمي مرة تاني لضمان الأصول؟ فيه إشكاليات في الطريق، لكن على الأقل حتى الساعة هناك إعادة تفكير في صدمة نيكسون. هل جاء الوقت لإلغائها؟ لكن ما يوجد من ذهب يعني غير قادر على النهاردة. حتى في مصر بنزود الاحتياطي بتاعنا من الذهب حاليا، قرارات سليمة. وده بيخلي العالم يفتح عينيه كويس على مصادر الثروات الطبيعية فين. لهذا الصراع على إفريقيا هو ليس صراعا عسكريا فقط، إنما صراع على قارة أولا بها ثروات بكر لم تكتشف بعد، ثم فيها مجال لبنية تحتية لـ200 سنة للأمام، وبعدين هي تتوسط القارات جغرافيا عما قريب ستنقسم إلى قارتين. هناك فالق في جغرافية إفريقيا، هيبقى فيه نص ناحية البحر الأحمر، قارة ناحية البحر الأحمر، وقارة تاني هتروح بعيد، هتبقى بين المياه اللي هتدخل من المتوسط والأحمر، تبقى قريبة للمحيط الأطلنطي. أمريكا النهاردة ترامب كان بيتكلم قال لك دولار لو فقدنا الهيمنة أمريكا انتهت، انهيار للولايات المتحدة. هكون أمين معك، مسألة انهيار الولايات المتحدة مرة واحدة بهذا الشكل لن تحدث في المدى القريب، ولا الدولار هيفقد قوته ولا هيفقد قريباً. قوته مرة واحدة. اليوم لكن ممكن على المدى البعيد ده صحيح هيحصل 15 20 سنة مثلا. أستاذ أحمد، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تمام؟ دي سنة كونية، مفيش السيادة فوريفر، مش هتدوم لحد. نعم. تمام؟ نعم. إمبراطوريات، نعم. الفرس والروم، نعم. الإنجليز والفرنسويين، نعم. الهولنديين والبرتغاليين، نعم. الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في شيء هيتغير. نعم. ولهذا مسألة الحكمة في التعاطي مع الولايات المتحدة، شفنا ناس البريكس والدول المتقدمة للانضمام ومصر في المقدمة تتعاطى بعقلانية وبدون كما أشرت شعاراتية. الوقت حساس ومخيف. الاتحاد الأوروبي فين؟ ماكرون امبارح بيتكلم على الاتحاد الأوروبي، ما معناه كده ما بقاش له وجود،